بالله ورعاية وصل الباب والحق الديزل تبع المشروع وغدا صباحا نوافيكم إن شاء الله من الساعة 6 صباحا. الآن في محطة الجباحي في الخميس الحبشي نعم، هذه تتبع الحبشي وهذا البابور يتبع الديزل إن شاء الله. أمور طيبة وغدا نوافيكم صباحا إن شاء الله من أرض الميدان أرض المشروع. شكرا لمن ساهم، نشكر الدكتور حسين مقبولي بارك الله فيه على ما يقدمه لأبناء وصاب. شكرا ألف تحية للأخ منصور عبد الله سناق وكذلك الأخ ياسين البحري مدير المشروع والأخ نجيب عبد الله سناق نائب رئيس المشروع. الأخ نجيب برضو نائب الأخ ياسين البحري، حياكم الله جميعا. سعد الله صباحكم بالخير أيها الناس، أيها الأحبة، أيها المتبرعون، أيها المتصدقون، يا أبناء اليمن، يا أبناء ذمار، يا أبناء وصاب، يا أبناء مخراف القائمة، ها نحن مقابل ظفرانه وهذا البابور يعبي للحرارة والبخلين مع بعض. نحن في جوار بيت عبد الله عبد القاضي شعب الكامل، ومن هنا نحييكم. وهذا الشيخ بشير سواق الحرارة موجود دوام إلى يوم العيد، ما في روحة، ما سيدنا. صباح الفل، أنت زعلان ليه يا عمو؟ ها قول خير إن شاء الله.